استعرض رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي في مستهل الجلسة العامة للمجلس مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، مشيرا إلى أن هذه المشاركة توجت بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتبا إقليميا للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية، ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وإفريقيا. توجت هذه المشاركة بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتبا إقليميا للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية، ليكون الأول من نوعه للاتحاد في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب إقليمية تهدف إلى زيادة وتحسين جودة التفاعل مع البرلمانات في الأقاليم المختلفة ومضاعفة الأثر الإيجابي لأنشطة الاتحاد على المستويين الوطني والإقليمي. ولعل هذه الموافقة إنما جاءت اعترافاً بالدور التاريخي المشهود والرائد للبرلمان المصري في أروقة الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يتمتع مجلس النواب المصري بعضويته منذ عام 1924، وشهادة دولية على استقرار الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية المصرية وتقدم مسيرة التنمية بفضل جهود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أعاد فخامته مصر لمكانتها الطبيعية الريادية على الساحتين الإقليمية والدولية.